لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي في إسبانيا هذه الأيام إلا على هذه الواقعة الفريدة التي شهدتها الساحة السياسية الإسبانية حزب فوكس لليمين المتطرف قدم مقترح حجب ثقة في البرلمان عن حكومة تحالف اليسار بقيادة بيدرو سانشيز حتى هنا الأمر عادي لكن غير العادي والمثير هو الشخص الذي اختاره حزب اليمين المتطرف كمرشح لمنصب رئاسة الحكومة في ملتمس الرقابة هذا هذا الشخص الشخص الغني عن التعريف في الساحة السياسية والأكاديمية الإسبانية رامون تاماميس غوميز لا يجمعه من الناحية السياسية والفكرية أي جامع باليمين المتطرف بل هو على النقيض منها تماما فهو برماني سابق لعدة دورات عن الحزب الشيوعي الإسباني وأحد قادته زمن ديكتاتورية فرانكو وبعدها عن اليسار الموحد وغيرها تاماميس أستاذ الاقتصاد والمؤرخ والسياسي المخضرم بعمر 90 عاما وجد نفسه في موقع فريد في مواجهه من يتقاسم معهم الافكار السياسيه في البرلمان خدمه لمصالح اليمين المتطرف. الرجل قسم منصات التواصل الاسبانيه بين مؤيد لفعله بتغريدات تؤكد حاجه الساحه السياسيه الاسبانيه الى هذه الرجه الغريبه من هذا الرجل واخرين هاجموه بعنف معتبرين انه دمر كل رصيده السياسي والاكاديمي المحترم بهذا الفعل، تغريده اعتبرت ان الرجل ربما دخل مرحله الخرف السياسي في عمره هذا، بينما اخرون خاصه انصار الحزب الشعبي المعارض راوا في الامر مسرحيه ما كان يجب ان تحدث ولا تخدم الا التحالف الحكومي، خاصه ان ملتمس الرقابه انتهى بتقويه هذا التحالف واعاده تماسكه بعد خلافاته الكثيره مؤخرا، حيث صوت ضد الملتمس بواقع 200 وصوت واحد. واحد في مقابل 53 صوتا هي أصوات حزب اليمين المتطرف فوكس وامتناع نواب الحزب الشعبي المعارض الثلاثة وتسعين عن التصويت